اختتام المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني في مصر. قراءة صحيح الإمام البخاري بزاوية الحبيب محمد بن هادي الثقاف بمدينة سيئون باليمن. 300 شخص يدخلون الإسلام جماعياً في إندونيسيا. الزراعة وما تحتويه من فوائد في حياة المجتمع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج آفاق. نتمنى أن نقدم لكم في حلقة هذا اليوم العديد من المواضيع الهادفة والمتنوعة. أهلاً ومرحباً بكم متابعي قناة الإرث النبوي الفضائية. جمعنا لكم في حلقة هذا اليوم العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة. لذا أعزائي المشاهدين، دعونا نبدأ حلقتنا من أم الدنيا مصر. نعم محمد، اختتام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي بالمركز الثقافي ببورسعيد. وجاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات، أهمها الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، حيث أكد على أهمية حفظ القرآن الكريم والتأدب بأدابه. إذا أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع المزيد من المعلومات في سياق التقرير التالي. اختتمت بالمركز الثقافي ببورسعيد المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ السيد النقشبندي، وذلك بمشاركة 41 دولة، منها 32 دولة إفريقية، والذين يتنافسون في 4 فروع تتمثل في حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين والابتهال والإنشاد الديني. وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات المصرية الهامة والدعوية والشعبية بمحافظة بورسعيد. اختتام القراءة السنوية لصحيح الإمام البخاري بزاوية الحبيب محمد بن هادي الثقاف بمدينة سيئون باليمن لسنة 1441 هجريا، التي استمرت 7 أيام متتالية. وبدأت قراءة صحيح الإمام البخاري بزاوية الحبيب محمد بن هادي الثقاف بمدينة سيئون من يوم الأربعاء بتاريخ 2 رجب حتى يوم الأربعاء 9 رجب. لمزيد أعزائي المشاهدين من المعلومات، دعونا نتابع هذا التقرير التالي. فرصة سعيدة اجتماعنا في هذه الجمعات المباركة التي تعهدها مدينة سيئون سنويا، وهي قراءة صحيح الإمام البخاري في بداية شهر رجب الحرام من كل عام في هذه الزاوية المباركة، زاوية الحبيب هادي بن حسن والحبيب محمد بن هادي السقاف، وهما أعلام من أعلام مدرسة حضرموت. وما أحوجنا في هذه المرحلة وهذا العصر إلى الاجتماع في مثل هذه الجمعات التي تجمع الناس على الارتباط بأحاديث رسول الله. نحن أولا مرتاحين مبسوطين من هذا الاحتفال في هذا اليوم الطيب، وهذا ذكرى لأحد الأولياء والصالحين في ساحتنا، ويذكر الناس ويذكر الشباب ويذكر الناس بالعمل الصالح وبالاجتهاد والحفاظ على دينهم والتمسك بدينهم. اليوم ما شاء الله اختتام قراءة صحيح البخاري، وهذا اليوم اختتام ما شاء الله يا لولو من كل المناطق الوادي، من تريم، من عينات، من جميع البلاد كلها، وكان أكثر من 10 أيام هم يقرون في هذا بالصباح وبالظهر وبالعصر وبالليل، واليوم الاختتام ما شاء الله اختتام مهيب، حضروا العلامة والمشايخ كلهم. اختتام قراءة صحيح الإمام البخاري وذلك بحضور العديد من العلماء وطلبة العلم في مدينة سيئون لبرنامج آفاق، حسام باحمد.
اعتنق 300 شخص الإسلام في جزيرة سولاوسي الإندونيسية، حيث تركوا خلفهم معتقد الإحيائية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأشخاص 300 من قبيلة تاو تاوانا التي يعيش أفرادها في جبال توكالا بولاية سولاوسي الوسطى. وأعلن أفراد القبيلة إسلامهم بشكل جماعي خلال حفل جراء تنظيمه في مسجد الفرقان بمنطقة مروالي الشمالية. وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم معلومات مختلفة حول الإسلام للذين دخلوه حديثا. دعونا نتابع لحظة دخولهم الإسلام وتلقينهم الشهادتين في هذا المقطع التالي. بسم الله، بسم الله، الرحمن، الرحمن، الرحيم، الرحيم، أشهد، أشهد، الله، الله، إله، إله، إلا الله، إلا الله، وأشهد، وأشهد، أن محمداً، محمداً، رسولاً، رسولاً. I bear witness that there is no God Allah. And I bear witness that Muhammad is the Savior of the world. Sekali lagi ya. I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. في ليلة فريدة من نوعها نظم منتدى شباب الصفوة بعدن احتفالا كبيرا بجامع الهجرة بمنطقة المنصورة، حيث حضر الندوة العديد من مدرسي وطلاب حلقات المساجد بعدن. وجاء هذا الاحتفال برعاية الحبيب أبو بكر بن أحمد الهدار مدير عام الأربطة الإسلامية، وذلك بهدف التذكير بفضائل شهر رجب واستعراض أنشطة المنتدى التي أقيمت خلال شهر رجب للأصب. أعزائي المشاهدين، دعونا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. نظم منتدى شباب الصفوة بعدن بجامع الهجرة بمنطقة المنصورة احتفالا كبيرا جمع العديد من المعلمين وطلاب حلقات المساجد بعدن، حيث بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المشاركات القيمة لثلة من نماذج طلاب حلقات المساجد من بعض ما درسوه في حلقاتهم. وخلال الاحتفال تحدث مجموعة من الدعاة والمشايخ الحاضرين، بداية بكلمة الأستاذ عمر باسم مدير المجلس التنسيقي للمنتدى، حيث استعرض فيها عدد من الفعاليات السنوية التي يقيمها المنتدى خلال أيام شهر رجب من كل عام، وأيضا الهدف من إقامة مثل هذه الاحتفالات المباركة. وتحدث أيضا العديد من الأساتذة في هذا الحفل البهيج، وحثوا على الاهتمام بالجانب الدعوي لتوعية المجتمع بهذه المناسبات الشرعية، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي لصنع جيل محصن من فتن الزمان، شاكرين المنتدى على إقامة مثل هذه الاحتفالات المباركة. الزراعة وما تحتويه من فوائد في حياة المجتمع، سنتعرف على الكثير من الأشياء المتعلقة بالزراعة مع ضيف حلقتنا، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. الزراعة مشاهدينا الكرام وما تحتويه من فوائد في حياة المجتمع، سنتعرف على الكثير من الأشياء المتعلقة بالزراعة مع ضيف حلقتنا المهندس أحمد أبو بكر الشاطري مدير مكتب الزراعة والري بتريم ورئيس جمعية أصدقاء البيئة بوادي حضرموت باليمن. أهلا وسهلا بك المهندس أحمد. أهلا وسهلا بكم جميعا، شكرا على هذه الاستضافة المفيدة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون جلسة مفيدة، وسعيدين جدا بتواجدك معنا بإذن الله. بإذن الله. مهندسنا، في البداية حابين نتكلم عن أهمية الزراعة في حياتنا. طبعا الزراعة هي أساس الحياة، فبدون الزراعة لا يمكن أن نعيش. فالزراعة تعطينا الهواء النقي الخالي من التلوث، والزراعة تعطينا الأكل، والزراعة تعطينا الدواء،
الزراعة تعطينا الملبس، فهي أصل الحياة. بلد بدون زراعة، تخيل الأرض بدون زراعة تكون الأرض بدون حياة. فلا يمكن العيش في هذا الكوكب بدون زراعة، بدون أشجار، بدون نباتات. يعني هذه هي أهمية الزراعة، فالزراعة الكل، فالزراعة الأصل. طيب في الوقتنا الحاضر المجتمعات هل فقدت الاهتمام بالزراعة أم هناك إقبال كبير على الزراعة؟ تختلف طبعا من بلد إلى بلد، فيعني مقارنة في كثير من المناطق يهتموا بالزراعة، بعض المناطق فقدوا الزراعة. فيعني لكن لو قارنا بالوقت الحاضر بما كانت عليه الزراعة قبل 50 سنة أو 60 سنة، طبعا كثير بالاهتمام قل كثير، يعني المساحات الزراعية قلت، الإنتاج قل، الاهتمام بالزراعة، نوعية الزراعة، نوعية الخضار، نوعية الفواكه، النوعية نفسها المقدمة للإنسان أصبحت اهتمام قليل جدا. يعني المساحة الزراعية الآن أصبحوا الأرض الزراعية تنقرض، تحول، تجرف المساحات الزراعية من أراضي زراعية إلى بنيان إلى شوارع. طبعا هذا قل الكثير من المساحات الزراعية، وهي يعني قل لما تقل المساحة الزراعية يقل الإنتاج، يقل الغذاء، يقل التنفس. فيعني هذه مشكلة كبيرة جدا يعاني منها معظم الدول تقريبا، يعني وخاصة الدول العالم الثالث. نعم. طيب منها بلادنا طبعا اليمن. هل هو الزحف العمراني فقط الذي يؤثر في أهمية الزراعة في التوجه لدى من المجتمع للزراعة؟ طبعا الزحف العمراني هو الأساس، أساس في الانقراض في المساحات الزراعية، لأن أصبحت الأرض الآن لها قيمة كبيرة من ناحية العمران. يفكر طبعا مالك الأرض الزراعية بأنه يعني مساحة صغيرة، فدان أو نصف فدان، تعطي له يعني مبالغ بسيطة، تفكير تجاري. طبعا تفكير مادي قصير المدى، ما ينظر التاجر أو الإنسان إلى المدى البعيد، ينظر إلى المدى القريب، إلى تحت أرجله. فالأسف يعني لو نظروا الناس، خاصة مثلا لو نظرنا هنا في وادي حضرموت أو في مدينة تريم الذي احنا منها، يعني كان قبل 60 سنة لما حدثت الحرب العالمية الثانية، وهي الكارثة، المجاعة حلت بوادي حضرموت بشكل عام وبتريم بشكل خاص. طبعا ماتوا كثير من الناس، حوالي قيل انه في وادي حضرموت 3000 نسمة مع سكان يبلغون ممكن 100,000، هذه كثيرة. يعني لم ينقذ الناس من المجاعة إلا النخيل، التمر، والزراعة. فأصحاب المالكي الأرض الزراعية والمزارعين ومالك النخيل بصورة خاصة هم الذين سلموا من الموت، من المجاعة، بينما الآخرين طبعا ماتوا كثير منهم. يعني عدد تخير 3000 يموت في بعدد شعب قليل كبير جدا. يعني لو لا سمح الله انه حدث هذا في الوقت الحاضر كيف بيحدث؟ كان في الماضي اللي احنا نستورد يعني بسيط جدا، يمكن 10% استيراد، 90% و 80% يزرع في الارض. الان انقلبت الآية، اصبحنا نستورد 90%. مثلا اتكلم على حضرموت، يعني مثلا مش حضرموت، حتى في بلدان كثيره، مثلا في مصر، كانت مصر في بداية السبعينات عندها اكتفاء ذاتي في القمح، الآن تستورد 10 مليون طن من القمح من الخارج، 10 مليون طن. تخيل اليمن، طبعا اليمن كنا ما نستورد القمح، كان عندنا شبه اكتفاء ذاتي، الآن استورد 3 مليون طن من القمح. يعني هذا حاجة يعني كبيرة جدا، يعني حاجة مفجعة جدا يعني بالنسبة للاستيراد الكبير. فمع وجود التقلبات الآن السياسية وهكذا، أصبحت الدول، أصبحت الغذاء تستغله في 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 إركاء الشعوب. نعم. للأسف الشديد يعني. نعم. وعلينا نحن كشعب أن ننتبه، كشعب عموما كامل، يعني كمواطنين، سواء كنا ملاك أراضي أو مزارعين أو مثقفين. نعم. طيب مهندس عمر أو أحمد الشاطري، ما هي أهم الطرق للحفاظ على الزراعة؟
والله طرق كثيرة يمكن الحفاظ على الزراعة. أهم طريقة أنه على أنا نناشد مالكي الأراضي الزراعية أن يحافظوا على أرضهم، لأن الأرض مثل الذهب. اليوم يقول أنا والله الأرض حقي هذه يمكن أنا أبيعها بمبلغ كبير جدا، لكن في المستقبل سوف يندم على ذلك عندما تحدث كارثة لا سمح الله. يعني أيضا كمان الاستثمار في مجال الزراعة، كثير من المستثمرين يعزفوا عن الاستثمار في الزراعة، لأن المستثمر همه الربح السريع، همه عدم المجازفة. الاستثمار في الزراعة طبعا ربحها بطيء، وممكن الخسارة فيها تكون أكثر. فالغالب أن الاستثمار في الزراعة يكون، ولكن لو الدولة، أي دولة في أي دولة في العالم سواء كان في اليمن أو غير اليمن، شجعت الاستثمار في مجال الزراعة، أعطت كثير من التسهيلات للمستثمرين، أراضي زراعية يعني طمأنة للمستثمر، الإنتاج يصدر للخارج يحافظ عليه، المستثمر بيتشجع. هذه يعني أشياء الاستثمار. أيضا كمان البحوث الزراعية، من حيث أنه أنا زيد في الإنتاج الرأسي وليس مع الإنتاج الأفقي. الإنتاج الرأسي يعني زيادة الإنتاج، الإنتاج الرأسي زيادة المساحة، أزيد في المساحة وأزيد في الإنتاج من خلال إدخال تقنيات حديثة كما هي موجودة في كثير من بلدان العالم الأخرى المتطورة، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا موجودة هذه. يفترض أنه كما بلدنا اليمن أو بلد الدول العربية كلها أن تستغل هذه التطورات الزراعية المتسارعة. يعني الآن في تطور زراعي متسارع، فيفترض أن نأخذ البحوث، ننقل هذه التقنيات إلى عندنا بحيث تناسب المزارع ويعطي إنتاج عالي جدا، بحيث أنه الخسارة تقل عليه ويتشجع المزارع في الزراعة ويكون الإنتاج عالي وبجودة عالية جدا. الآن لو أنا بصدر للخارج، العالم يشوف كيف الجودة، جودة المنتوج. ما تكون المنتوج جودة عالية وإنتاج عالي، بيكون في إقبال كبير على الإنتاج الزراعي مثل الفواكه والخضار والقمح وغيره. يعني جميل جدا. لكن في وقتنا الحاضر، هل ترى أن الشباب يعني تجنبوا بالشكل الكبير عن الزراعة عما كان يدور قديما ما بين أجدادنا والحاضر؟ ما الفرق ما بين الحاضر والماضي؟ فرق واضح جدا، يعني من خلال خبرتي أنا في العمل الزراعة ونزولي عند المزارعين، أرى أن أغلب المزارعين سنهم كبير، يعني سنهم كبير، أولادهم يعزفوا عن الزراعة. الله أعلم، قد يكون لأنه وجد له وظيفة في الدولة أو وجد له عمل بسيط، لأن العمل الزراعي عمل صعب، عمل شاق جدا. يعني المزارع من الصباح من الفجر في مزرعته، أحيانا مع البرد، لأن أكثر الزراعة تكون مع البرد القارس. تجد المزارع في المزرعة من الفجر، بعد الفجر بنص ساعة، ساعة الأربع في مزرعته، إلى الليل، وهو عمل دائم. فيحس الشاب بأنه هذا عمل مرهق، عمل ما منه مردود مادي كبير يعني، فيعزفوا. أولاد المزارعين، لأن أولاد المزارعين كثير من المزارعين أولادهم يعزفوا عن الزراعة، فما بالك بالناس الآخرين. يعني هذه مشكلة كبيرة. يعني حتى عندنا النساء في الزراعة طبعا كان يعني الأمور، الحش، الحشايش والحصاد كان يعتمد على النساء بشكل كبير. الآن النساء خاصة الشباب ما يفضلوا العمل الزراعي، أكثر النساء سنهن فوق 60 كثير. يعني طيب في الأخير رسالة تريد أن توجهها للمزارعين وللمواطنين بشكل عام؟ أقول لكل الناس سواء كان مزارع أو مالك، بأن الزراعة هي أصل الحياة، وعليكم بالحفاظ على الأرض الزراعية،
وحتى لا تندموا مثل ما ندموا ما قبلكم. قبل حوالي 60 سنة كما قلت لكم أنه كانت الكثير من الناس في حضرموت بشكل خاص يعني هجروا الأراضي الزراعية وسافروا للمهجر، فحلت المجاعة، فالذين تركوا الزراعة ندموا، ولا نريد أن نندم كما من ندم غيرنا. يجب أن نتعظ من التاريخ. للأسف نحن شعب لا نقرأ التاريخ، هذا للأسف الشديد. يعني أتمنى أنا كعمل في الزراعة يعني حاجة يعني تؤلمني جدا لما أرى الناس تعزف عن الزراعة. جميل جدا في الحقيقة، كان اللقاء معك مرة شيق وجميل جدا، وما ودنا يعني نقفل اللقاء معك، لكن خلص لضيق الوقت. فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فضل الله وتوفيقه، الحمد لله. الله يحفظك يا رب، سعيدين جدا بتواجدك معنا، شكرا جزيلا. إذا أعزائي المشاهدين، دعونا الآن نروح إلى بعض من المواضيع السريعة والمتنوعة في هذا العرض السريع، نتابع. انعقد المؤتمر الدولي لأبو منصور الماتريدي والتعليم الماتريدية بمدينة سمرقند، وشارك فيه كوكبة من العلماء والمفكرين الذين جاءوا من أكثر من دولة، وتم التحدث عن إنشاء مراكز للبحوث العلمية وتأسيس مركز الحضارة الإسلامية بهدف دراسة الموروث العلمي ونشر القيم والمبادئ الإسلامية النبيلة بين الناس والشباب. قدم عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور وليس المبروك دورة علمية للأئمة والدعاة بعنوان مسلم أوروبا المنطلقات ورسالة بهيئة العلماء والدعاة بألمانيا، وقد شهدت الدورة حضور بعض الأئمة والدعاة وطلبة العلم الشرعي من مدن مختلفة، كما شهدت ورشة عمل حول مسلم أوروبا بين التحديات والفرص المتاحة. برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد مختار الجمعة، قامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدة ندوة علمية كبرى بمسجد المشاري بمدينة أوقاف الجيزة تحت عنوان فضل شهر رجب والأشهر الحرم، واستمرارا لرسالة وزارة الأوقاف الدعوية والتي تهدف إلى تبصير الناس بأمور دينهم وغرس القيم الأخلاقية والمجتمعية الراقية التي أتى بها ديننا الحنيف. أقيمت مبادرة تطوعية لمساعدة الطلبة المكفوفين في جامعة سيئون باليمن، حيث تعتمد المبادرة على تسجيل المقررات الجامعية للمكفوفين الدارسين في جامعة سيئون. وتقوم هذه المبادرة على جمع المقررات التي يحتاجها الطلبة المكفوفين، ثم يتم توزيعها على المتطوعين، بحيث يأخذ المتطوع 10 صفحات فيقوم بتسجيلها في وقت محدد. لذلك دعونا نتعرف أكثر عن هذه المبادرة في هذا التقرير التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سلطان صالح باسلطان، طالب مبتعث في تركيا من قبل مؤسسة مواهب. شاركت في العديد من الأعمال التطوعية داخل اليمن وخارج اليمن أيضا، فلما سمعت بمبادرة اقرأ لي والتي هي تأتي ضمن أعمال فريق قائمة عطاء التطوعي، فسألت القائمين على هذه المبادرة فقلتهم يعني لمن ستقدم هذه المبادرة، فقالوا هي مبادرة للمكفوفين. فيعني لما سمعت هذه المبادرة بصراحة يعني انبهرت بهذه الفكرة الرائعة، يعني مكفوفين مبادرة وفي اليمن، يعني هذه أشياء صراحة جميلة جداً. فسألتهم وقلت لهم المسجد قدم، قالوا المكفوفين، فقلت يعني الحمد لله نحن نسمع ونرى نستطيع أن نتحدث، فلماذا نقدم هذه الخدمة لإخواننا المكفوفين؟ فهي المبادرة كانت عبارة عن تسجيل صوتي لبعض المواد للإخواننا المكفوفين، فكانت مبادرة جميلة جدا، فأنصح جميع الشباب أن يشاركوا في هذه المبادرة سواء كانوا داخل اليمن أو خارج اليمن أيضا. فجزا الله كل الجزاء القائمين على هذه المبادرة، وأيضا كما لا ننسى أن نشكر برنامج آفاق على تسليطه الضوء لمثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع اليمني، وجزاكم الله خير وشكرا لكم. محمد عمر الجابري من دور الطلبة المكفوفين في جامعة سيئون في التربية. طبعاً أولاً نشكر قناة الأرث النبوي على تغطية لفكرة المبادرة، هي مبادرة تطوعية سميناها اقرأ لي، يعني فكرتها انه يتم تسجيل المناهج والملازم والمقررات الجامعة.
الجامعية للطلبة المكفوفين بجامعة سيئون. طبعا المشكلة يعني كانت في مشاكل انه الطلبة بدل ما يسجل المحاضرة الصوتية ويسمع على الاذاكر ساعتين 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 ان الكبير ما بيقدر يتعامل مع الملازم الورقية، فاطلقنا انه مبادرة تطوعية من طلاب وجامعة سيئون في البداية، وتفاعلوا فيها ناس كثير سواء من خارج الجمهورية حتى طلاب يدرسون من جامعة حضرموت ومن الجامعات الأخرى، والحمد لله يعني وصل عدد المتطوعين إلى 51 متطوعة والأمور تمشي على خير يعني. ونشكر أيضا فريق التطوع الشريك اللي هو فريق قيمة عطاء على الشراكة معانا في فكرة المبادرة والتوسيع، والفكرة تقوم على أنه يتم توزيع المناهج عبارة عن ملفات إلكترونية، مثلا عندنا ملزمة 70 صفحة نقسمها على 7 متطوعين والمتطوع 10 صفحات، فننجز بشكل سريع وفي وقت قياسي يعني، بدل ما نعطي مثلا كل واحد ملزمة 70 صفحة واحد يأخذها واحد ويأخذ له أسبوع أو أكثر، نعطيها 7 متطوعين مباشرة في خلال يومين يتم إنجاز العمل. فهذه الفكرة إن شاء الله نبغاها تنتشر في جامعات اليمن كلها إن شاء الله والجامعات العربية بخدمة المكفوفين إن شاء الله. نشكر قناة الدرس النبوي ونشكر جميع المتطوعين. مجال البناء تطور كثيرا مؤخرا حيث شهد ظهور العديد من الآلات الحديثة، ودائما ما تظهر العديد من الأدوات التكنولوجية الجديدة والتي تساعد على عملية البناء بشكل أسرع. بالتأكيد أدوات أكثر من مذهلة لبناء والتشييد والتي ستسهل على العامل الكثير من التعب، حيث أصبح أمر البناء أكثر سهولة ودقة. ولقد جمعنا لكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم وفي هذه الفقرة بعض من أدوات البناء الحديثة، فدعونا نتعرف عليها. عملية دهن الطوب والحوائط بالإسمنت كانت عملية صعبة للغاية، حيث كانت تحتاج إلى توافر عدد كبير من العمال الذين يعملون لساعات طويلة ويبذلون الكثير من المجهود، وهذا حتى يستطيعوا تغطية الحائط بالإسمنت. ولكن مضخة الإسمنت هذه وفرت الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي، فخلال عدة دقائق يمكنك الانتهاء من الحوائط بالكامل ورشها بالإسمنت. وكذلك جهاز هاز انتربرايز هو أيضا جهاز رائع قادر على تسوية السطح الإسمنتي ليصبح متساويا وناعما ويقبل فيما بعد عملية الدهان بسلاسة. هذه الأداة ممتازة في عمليات المحارة وجص المحارة، وهي تسهل كثيرا على عمال البناء بدلا من المجهود اليدوي الذي كان عليهم بذله في جص المحارة في الماضي. آلة طلاء الإسمنت تيبو 8 تعمل هذه الآلة على طلاء الحوائط بالإسمنت من الأسفل إلى الأعلى في ثوان معدودة دون الحاجة إلى توفير عمالة كثيرة، حيث كل ما سيكون على العامل فعله هو ملء خزان الآلة بالإسمنت وترك باقي العمل لها، وهي قادرة على طلاء 200 متر مربع بالإسمنت في غضون ساعة فقط. واكر نيسون هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تطوير عربة البناء الخاصة بعمال البناء، حيث لا تشبه أي تطوير قد شهدته هذه العربات في السابق. تعمل هذه العربة على التسهيل على العامل كثيراً عند التنقل في موقع البناء والقيام بالأعمال المطلوبة منه بسهولة، فهي قادرة على اجتياز كافة الطرق بفضل حزام السير المزود به، كما أنها قادرة على حمل العامل فوقها والتنقل بها والكثير من المميزات الأخرى التي توفر على العامل المجهود المبذول. آلة لف الأسلاك ماكيتا ربط القضبان الحديدية بالأسلاك لم يعد مرهقاً بعد الآن، حيث يمكن الاعتماد على هذه الآلة للقيام بذلك بسهولة مطلقة. والجدير بالذكر أن هذه الآلة لا تحتاج إلى خبرة لاستخدامها وليست معقدة للغاية ليكون استخدامها صعبا، لذلك يمكن على جميع عمال البناء استخدامها بسهولة.
حفار الحائط. الحفر داخل الحائط من أجل تركيب الأنابيب والأسلاك لم يعد بالأمر الصعب للغاية، فبدلاً من الاعتماد على المطرقة والمسمار يمكن الاعتماد على حفار الحائط، والذي سيعمل على حفر الحائط بسهولة مطلقة وفي وقت قياسي. أما إذا تطلب الأمر الحفر داخل الأجزاء الصلبة من هيكل البناء، يمكن ببساطة الاعتماد على المنشار الكهربائي لإتمام هذه المهمة. الإسفلت الساخن هي تقنية تم اختراعها في اليابان، وهذا للتعامل مع مشاكل تراكم الجريد على الطرق في فصل الشتاء، خصوصاً في الدولة الباردة، وهذا لأن عملية نقل الجليد من الطرق عملية باهظة الثمن للغاية. لذا قامت اليابان باختراع شبكة حرارية يتم وضعها تحت طبقة الإسفلت. تعمل هذه الشبكة على تسخين الأرض على مدار الساعة، مما يعمل على تذويب طبقة الجليد التي تسقط على الأرض باستمرار ومنعها من التكون. وبعد نجاح هذه الطريقة اعتمدتها العديد من الدول الأوروبية الأخرى، كما أن هناك دولاً اعتمدت على تسخين الشبكة على الطاقة الحرارية الأرضية بدلاً من الطاقة الكهربائية. TBMS 867 هي رفيق العمل الممتاز عند الرغبة في إنشاء الأنفاق، حيث تعمل هذه الآلة على شق طريقها داخل الأجزاء الصخرية وأجزاء التربة المختلفة بشكل سلس للغاية، وهذا اعتماداً على أسطوانات الكبريت المثبتة على مقدمة الحفار الخاصة بها، بالإضافة إلى الشفرات الحادة التي تعمل على اختراق الأجزاء الصخرية بكل سهولة. قطر الحفار يصل إلى 26 قدم، أما الحجم فيصل إلى 400 قدم، والوزن حوالي 660 طن، وهي الآلة الأولى التي يتم الاعتماد عليها للقيام بحفر الأنفاق. روك سيبر لدى هذه الآلة القدرة المطلقة على تغيير الطريق في دقائق معدودة، وهذا عن طريق القيام بتزويد حواجز الطريق أو التقليل من الحواجز وتغيير أماكنها بما يتناسب مع سعة الطريق والازدحام الذي يملأه، كل هذا في دقائق معدودة دون الحاجة إلى إيقاف الطريق أو الاستعانة بالكثير من العمال وإهدار الكثير من الأموال والوقت للقيام بذلك. الآن دعونا ننتقل إلى شبكات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من صفحة الدكتور طارق الحبيب. إدارة الذات أولى من إدارة الآخر، لن تعطي الآخرين حتى تكون قادراً على العطاء، فابدأ بنفسك دائماً، ليست أنانية وإنما هي الطريقة المثالية. وفي تغريدة أخرى أيضاً من صفحة الداعية حسين السقاف، لله در قوم كل دعواتهم دعوتهم مضطر في جميع أحوالهم، في غناهم وفقرهم ورخائهم وشدتهم وأمنهم وخوفهم وجوعهم وشبعهم وصحتهم وسقمهم، في فرحهم وحزنهم وشبابهم وكبرهم، رضي الله عنهم ونفعنا بهم. ومن صفحة الداعية علوي مالكي، السعادة الحقيقية تكمن في إدخال السرور على الآخرين، كما وصانا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ومن صفحة الداعية أحمد حسن الحبشي، لا أحد يدرك حال خواتيم الأعمار، فلماذا نرمي أحكامنا على بعضنا بماض لعل الله قد محاه من الألواح ونال صاحبه الفلاح. أعزائي المشاهدين، بهذه التغريدة قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن قد استمتعتم معنا في حلقة هذا اليوم. تقبلوا خالص تحياتي، أنا مقدمكم أبو بكر السقاف وزميلي محمد بن شهاب، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله، إلى اللقاء.